سبب غياب لمقام الخوف من الله في المجتمع أن الناس تخاف من بعضها البعض. بالله عليكم، هل يجرؤ الواحد منا أن يعصي أمام الناس؟ قال لي أحد الإخوة في رجال المساجد، في يعمل في لجنة في أحد المساجد، قال كنا نعاني من سرقة الأحذية من على باب المسجد. كل يوم يسرق أحذية من على باب المسجد. قال والناس بدأت تعاني وأصبح الأمر يتطور أكثر وأكثر. قلت له ماذا صار؟ قال شرينا كاميرا، وضعنا كاميرا مسلطة على الأحذية، وضعنا كاميرا مراقبة مسلطة على مكان الأحذية. قلت له طيب. قال والله الآن مر 4 أشهر 5 أشهر ما سرق حذاء واحد. الناس تخاف من بعضها، الناس تخاف من صنع المعصية. ولو واحد منا في الحياة وضعت له مراقبة، كاميرا مراقبة أمامه، سيراقب بكل تفاصيل الحياة. بالله عليكم، هل يتجرأ أن يصنع ذنب واحد؟ لو كل واحد منا سلط بكاميرا مراقبة أمامه صار يمشي في حياته، ما يتجرأ الواحد. ليه؟ لأن احنا نخاف من الفضيحة أمام الناس. أنا بخاف جاري يعرف، وبخاف قريبي يعرف إني أذنبت أو عصيت. طيب الله الذي بيده حياتنا وبيده مماتنا وبيده رزقنا، الله الذي يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء في الصخرة الصماء، الله يعرف كل مقادير الأرض، بل الأراضين والسماوات كلها، يراك حين تقعد وحين تقوم. الله يعلم كل شيء عني وعنك ويرانا ومطلع علينا. فاليوم هذه مصيبة الناس، ما مصيبة الناس اليوم حضور وعقوبات وكذا، اليوم مصيبة الناس إن مقام الخوف خاف. ولو مقام الخوف من الله موجود اليوم والله لما احتجنا إلى المحاكم. اليوم نحن لماذا في دين الأمم؟ نحن لماذا اليوم في دين الأمم؟ نحن بعدما كنا نصوغ صرنا نصاق، بعدما كنا في أول القطار صرنا في دين القطار، بعدما كنا نقود الأمم صارت الأمم تقودها، الأمم كلها اليوم تقودها. لماذا؟ لماذا؟ لأننا تخلفنا عن الخوف من الله، لأن مقام الخوف من الله غاب من قلوبنا فغاب عنا كل شيء. وعزتي وجلالي، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا. يعني ما مشكلة بيسرق وبيبطش وبيظلم وبيأذي وبيسب وبيشتم وبيغتاب وبيصنع المعاصي، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. إذا كان اليوم خوف يوم القيامة أمان، وإذا كان اليوم أمان ما تخاف فيوم القيامة خوف وخوف شديد. ماذا قال الله؟ قال رجال كيف يقاس الرجال؟ هل الرجل يقاس بسيارته؟ هل الرجل يقاس كم عنده مال؟ هل الرجل يقاس كم عنده عقارات؟ هذا المقياس عند الناس، كما قال الشاعر: من كان عنده مال فالناس له مال، ومن كان عنده ذهب فالناس له ذهب، ومن لم يكن عنده مال فالناس عنه مال، من لم يكن عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. المقياس عند الناس مقياس مال، إلا من رحم الله. يعني الإنسان كيف يحترم؟ يحترم كم عنده مال، يحترم كم عنده شهادات، يحترم كم يملك من السيارة، يحترم حتى ولو كان فاسدا في مجتمعنا، حتى ولو كان فاسدا ما دام أنه غني ويملك المال ويملك العقارات على العين وعلى الرأس. أما الفقراء، أما من لا يحملون المال، ربما في مجتمعاتنا لا يؤخذ بآرائهم. يعني لو قال أريد أن أبدي رأيي لا يحترم. من أنت حتى تبدي رأيك؟ فقير. أنت لما تملك قوت يوم، هذا المقياس عند من؟ عند الناس. أما المقياس عند الله فيختلف تماما. تجمل للناس كما شئت، افتخر أمام الناس بالمال والسيارة وبالعمارة وبالعقار، افتخر كما شئت. الله عن الرجال، وهذا تعريف الرجال، هذا
تعريف الرجال عند من؟ عند الله، ما عند الناس، عند الله. قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ماذا؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب من هم يا رب؟ صفهم لنا يا رب. قال الله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أي صفات الرجال؟ ما بتجرع على الدنيا، لا يتجرع على أن يظلم الناس، لا يتجرع على أن يسرق، لا يتجرع على أن يتعامل في الربا، لا يتجرع على أن يؤذي جاره. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك يوم تبلى فيه الصراحة، يوم شديد، حره شديد. واحد منا اليوم لو قطعت الكهرباء ساعتين ثلاثة والله لا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يقف. من يستطيع أن يجلس 10 دقائق أمام الشمس؟ فكيف وهي مقدار ميل يوم القيامة؟ من يتحمل مقدار ميل يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى الحبيب صلى الله عليه وسلم لما وصف السبع الذين يضلهم الله في يوم نظر إلى ذلك، منهم رجل دعته امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله، ومنهم رجل ذكر الله مقام الخوف من الله خاليا بمعنى ماذا؟ الناس لا تراه، عيون الناس لا تراه، تذكر ذنوبه، تذكر معاصيه فبكت عيناه، فكان ممن يضلهم الله. ياتي على المعصيه امامه امراه، ياتي على الذنب على المعصيه، هو الان قادر على ان يعصي، لكنه قال اني اخاف من؟ اني اخاف من؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من خاف اثلج ومن اثلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أقول في الختام أيها الأحبة الأقارب، ما الذي نحتاجه في زماننا؟ وما الذي يحتاجه العباد؟ والله نحن لا ينقصنا إلا أن نصطلح مع الله، أن نصطلح مع الله. إذا اصطلحنا مع الله أصلح الله لنا الحياة. نحن بحاجة إلى أن نراقب أنفسنا، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. المصيبة العظمى أن تمضي في الحياة كأنك خلقت عبثا، المصيبة أن تمضي في الحياة تلهو وتلعب وتعصي وتتجبر وتظلم وأنت لا تتذكر